بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا جميعا من أجل تكريم الشهيد، الشهيد الذي ينعم في جنة الخلد التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فما من أحد يموت يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة ثانية إلا الشهيد، لما يراه من منزلة عظيمة. فأرواح الشهداء كما أخبرنا سيدنا النبي في أرواح طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. فسيدنا الوراء قد توفي في غزوة أحد، أصابه سهم غرب أي لا يعرف له رام، فذهبت أمه إلى سيدنا النبي وقالت يا رسول الله إن ابني قد استشهد، فأخبرني إذا كان في الجنة صبرت، وإذا كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال لها يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذه هي منزلة الشهيد. أدعو الله أن يرزقنا الشهادة وأن يتوفانا وهو راض عنا. ومن ملاطفات الأقدار أن يأتي الاحتفال بيوم الشهيد في يوم تحرير سيناء التي راح على أرضها رجال رووا رمالها بدمائهم الزكية فأبوا أن تنتهك الأرض وينتهك العرض، فضحوا بكل غال وثمين من أجل سيناء. هذه البقعة التي كلم الله موسى عليها تكليما. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في رحلة الإسراء والمعراج رأى هذه البقعة من سيناء، فقال يا جبريل ما هذه البقعة؟ قال يا محمد هذه البقعة سيناء في مصر التي كلم الله موسى عليها تكليما. فأرض سيناء أرض مباركة وطأتها قدم الأنبياء. أدعو الله عز وجل أن ينصر جيشنا في سيناء وفي كل مكان وحين، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد خطى القائمين عليها. جئنا بدعوة كريمة من الأخ الفاضل والصديق العزيز الذي ربطتني به معرفة لوجه الله. اتصلت عليه وأنا لم أعرفه منذ فترة كي يخدم عسكري ممن يؤدون خدمتهم الوطنية، فإذا به
وكأنني أحدث أخي الكبير أو في مقام أبي في احترامه، واستجاب وأراح قلب أهل هذا العسكري. أدعو الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يبارك في أهل صراوة جميعا. جئنا بدعوة كريمة من الأخ الفاضل والصديق العزيز العميد إيهاب محمد شفيق الشربجي بالقوات المسلحة في رئاسة الجمهورية، وجئنا لتكريم الشهيد عبد المجيد عبد الحميد أبو المجد الذي استشهد في سيناء الحبيبة، وقد أصدر السيد السكرتير العام لمحافظة المنوفية قرارا بإطلاق اسم الشهيد عبد الحميد على المدرسة الثانوية بنين بقرية صراوة. ويحضر معنا هذا التكريم السيد العميد عماد موسى مأمور مركز أشمون بمحافظة المنوفية، كما يحضر معنا لفيف من السادة المحبين لأبناء قرية صراوة والذين جاءوا لتكريم الشهيد. ويحضر معنا السيد الأخ الفاضل الدكتور عبد العزيز عبد الله حماد الوزير المفوض ورئيس منظمة الشعوب البرلمانية والعربية. كذلك يحضر السيد اللواء الركن سعد الشمري قائد الجيش العراقي، وكذلك يحضر الشيخ نجاح السيد العجمي الذي أوفد من إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة لإلقاء كلمة في هذا التكريم. ورحم الله أبناء صراوة فضيلة القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد الذي ملأ الدنيا بصوته العذب، فما من بيت إلا ويدخل صوت فضيلة القارئ الشيخ شعبان الصياد هذا البيت، سواء عن طريق التلفزيون أم عن طريق إذاعة القرآن الكريم. والشيخ شعبان عبد العزيز الصياد مدرسة متفردة، فما من أحد يسمع صوته إلا وترك بصمة في أذنيه. أدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. كذلك رحم الله العالم الجليل الأستاذ محمد شفيق الشربجي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية سابقا، والذي أفنى حياته في العلم وتخريج الأجيال وخدمة المجتمع. ورحم الله الشيخ عبد الفتاح عبد الخالق وكيل وزارة الأزهر السابق، والشيخة زينب محمد جاد رحمها الله التي كرمها الله بتكريمها للقرآن الكريم. فهذه صراوة التي خرجت أجيال نشروا الفكر الصحيح وعلموا الناس صحيح العلم. يحضر معنا هذا الحفل الكريم فضيلة الشيخ أنور الشهبة الذي سنستمع إليه في كلمة قصيرة، وأدعو كل من يتحدث ألا تزيد مدة حديثه عن 5 دقائق. وكذلك الدكتور محمد سعد نيابة عن السيد المحافظ، أهلا بالحضور جميعا، وكرمكم الله كما جئتم لتكريم الشهيد. الجمع الكريم، يحضر معنا السيد العميد محمد مدكور عن السيد نيابة عن السيد مدير الأمن، نيابة عن السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية. الجمع الكريم، منذ أيام قليلة ودعنا شهر رجب، وكان في شهر رجب تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. هذه الرحلة
التي كانت تفريجا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم عما لاقاه من تعب وحزن وعناء، وكأن الله أراد أن يقول لحبيبه ومصطفاه: يا محمد، إن كان أهل مكة قد تركوك فإن رب السماوات والأرض يدعوك، قم أيها المصطفى لترحل من عالم الأرض إلى عالم السماء إلى بساط أنس الرحمن. وجاء شهر شعبان وكان في هذا الشهر أن حقق الله تبارك وتعالى رغبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشتاق إليها نفسه، وهي تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، فقال له ربه: فلنولينك قبلة ترضاها. وشهر شعبان بمثابة المقدمة لشهر رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى شعبان اجتهد في الصيام، ولما سئل عن ذلك قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كذلك خص الله عز وجل شهر شعبان بعدة خصائص، منها تحويل القبلة، ومنها أن هذا الشهر يسمى بشهر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أنزل في هذا الشهر آية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وهو القائل: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وصدق من قال: بذكر المصطفى ترتاح روحي، فعني يا هموم القلب روحي، كأني حين أذكره كطير أطير محلقا فوق السفوح، فكرر مدحه في كل حين وقل: يا نفحة المختار فوحي. إخوة الإيمان، خير مستفتح لهذا التكريم المبارك القرآن الكريم. قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسان الشاذلي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون مستقبلا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير من
ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على إن الله يحب المتوكلين بسم الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون
برحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب
وإن يظهركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم أشرح لك صدرك ووضعنا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما
صدق الله.